السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقة جديدة من رمضان ويانا غير، وبعدنا مستمرين معاكم أكيد في أسئلتنا وفي جوائزنا اللي ما حد يستاهلها غيركم. أكيد طبعا مشاهدين أول الأسبوع وريم ماكلة سبوس ماكلة سبوس الدياية تاكل السبوس ترى هو كان أيمن يقول لي على السبوس الدياية تاكل سبوس تموت الدياية وعينها على السبوس، وانت قلتي أبغى أكل سبوس تشوفني دياية إذا أنا دياية هو ديج ترى مشاهدين نرحب فيكم طبعا في أول أيام الأسبوع. ناخذكم أول شيء لنشرة الأخبار والزميل أيمن مصبح. مشاهدين الكرام أهلا بكم في نشرة الأخبار لهذا اليوم. اختتمت مؤسسة خليفة الإنسانية الجسر الجوي الذي ضم 12 طائرة شحن حملت 400 طن من المواد الغذائية والإغاثية الرمضانية إلى سكان جزيرة سقطرى اليمنية، وجاء ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن المرحلة الرابعة والأخيرة من الجسر الجوي انتهت يوم أمس بوصول 3 طائرات شحن تحمل 100 طن من المواد الغذائية إلى سقطرى، حيث تم توزيعها من خلال مراكز مثل نوجد وقعرة ومديرية قلنسية وعبد الكوري، وعلى سكان الجزيرة الذين تعرضوا إلى كارثة الفيضانات التي أودت بحياة العديد من السكان ودمرت منازل عدة واجتاحت مرافق حيوية في الجزيرة. وأضاف المصدر أن المراحل الثلاث الأخرى ضمت 9 طائرات وصلت تباعا إلى الجزيرة وحملت 300 طن من المواد الغذائية وتم توزيعها على السكان من خلال مراكز التوزيع المعدة لذلك الأمر. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، أصدر المرسوم رقم 24 لسنة 2016 بتعيين معالي حميد محمد القطامي والدكتور عبد الله محمد الكرم عضوين في مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في شهيدي الوطن والواجب الوطني والقومي أحمد محمد أحمد الزيودي وعبد الله محمد سعيد اليماحي اللذان ارتقيا إلى جوار ربهما أثناء أدائهما واجبهما الوطني والقومي والإنساني في اليمن ضمن قوات المسلحة الباسلة والمنضوية تحت لواء التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيدين في كل من منطقة الحلا ومربض في إمارة الفجيرة. وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطراف الحديث وأسرتي الشهيدين مؤكدا أن جميع شهداء الوطن هم في قلوب القيادة والشعب ومخلدون في سجل الشرف والمجد الذي يسطره أبناء وبنات الوطن في شتى مواقع العمل الوطني من أجل رفعة دولتنا الحبيبة وإعلاء شأنها إقليميا ودوليا. كما توجه سموه بالابتهال إلى الخالق عز وجل أن يحفظ دولتنا عزيزة منيعة ويحمي شعبنا من كل سوء وأي مكروه. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن جامعة الشارقة بما تحتويه من متخصصات وتخصصات وبرامج أكاديمية تلبي أهم المطالب الوطنية لمراحل التنمية الحالية والمستقبلية، وهذا ما يرى في برامج الدراسات العليا والتزايد المستمر في خريجيها بما يخدم احتياجات ومتطلبات سوق العمل. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها مساء أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة الذي أقيم في قاعة الرازي في جامعة الشارقة.
ثم بدأت مراسم التخريج، حيث تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات الذين بلغوا 129 من مختلف برامج الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، مهنئا سموه إياهم وداعيا المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية والوظيفية. تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بقصر الزاهرة الليلة الماضية وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مزيدا من التهاني والتبريكات من كبار الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مع أعضاء مجلس شباب عجمان وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر، وقد بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه برميلة الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة. استقبل أو واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة الماضية بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك من سعادة اللواء خميس مطر بن مزين المهيري القائد العام لشرطة دبي الذي قدم لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان من الشيوخ والمواطنين ورجال الأعمال والتجار، إضافة إلى مدراء الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام الليلة الماضية استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ مروان بن راشد المعلى رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومن عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات وأبناء القبائل الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل. وقدم الإعلامي سالم محمد ممثل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي المصحف الشريف لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، كما تقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن منتدى دبي للاستثمار أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي والتي توفر فرصا استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخرى. وأكد سموه أن حكومة دبي تتبع نهجا ثابتا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين في رؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطور وتنوع وجاهزية اقتصاد دبي إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة
المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة، بما يعزز من تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي. تسلمت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال استقبالها في مقر المجلس بأبو ظبي سعادة مصطفى ليفينيت بليلغن سفير الجمهورية التركية لدى الدولة رسالتين، تضمنت الأولى تهنئة معالي إسماعيل كهرمان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير لمعاليها بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فيما تضمنت الرسالة الثانية المرسلة من لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية التركية التأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة بعد إعادة تشكيل أعضائها من قبل الجانب التركي. هذا وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية في شتى المجالات، مع الإشادة بالتطور والنمو الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرصهم الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك فيما بينهم. رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديلات عدة تقدمت بها الحكومة ضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتصبح الهيئة العامة للمعاشات، وكذلك إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط حسب المشروع الوارد من الحكومة من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون، فيما قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي سالم عبد الله الشامسي. إن اللجنة ردت على التعديلات المقدمة من الحكومة بأربع ملاحظات، منها أن ديباجة مشروع التعديلات أغفلت القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته. على الصعيد اليمني، تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية من السيطرة على مواقع جديدة في تعز وشمال العاصمة صنعاء، حيث منيت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بخسائر فادحة خلال الساعات القليلة الماضية في جبهات القتال، وباتت قوات الشرعية من الجيش والمقاومة هي الأقوى على الأرض، وفي وقت شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع وتعزيزات الميليشيات في جبهات عدة. أما في شمال العاصمة اليمنية صنعاء، اقتربت المقاومة والجيش من محيط المدينة بعد تمكنها من تأمين مناطق في محاذاة مديرية بني حشيش التي وصفها البعض بالمعقل الرئيس للميليشيات في أطراف العاصمة. وكانت الميليشيات قد تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح في معارك نهم الأخيرة. من جهة أخرى، حيث تمكنت المقاومة الشعبية من قتل 5 وجرح العشرات من الميليشيات في مناطق طياب والبطحاء وبيوت السادة بمديرية ذي ناعم في البيضاء، في كمائن نفذتها المقاومة ضد 4 عربات عسكرية تابعة للميليشيات والتي قصفت تلك المناطق بمختلف أنواع الأسلحة. كما توعدت المقاومة بتحقيق مفاجآت خلال الأيام المقبلة ضد هذه الميليشيات في إطار العمليات الرمضانية. شهدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومساعديه ومديري الإدارات العامة والمراكز مساء يوم أمس فعاليات احتفاء شركة إعمار العقارية بمرور 60 عاما على تأسيس شرطة دبي، والتي ضمت تزيين برج خليفة الأعلى في العالم بشعار شرطة دبي وشعار 60 عاما من التميز والعطاء، إضافة إلى اكتساء لوحات مركز دبي مول التجاري بالشعارين.
جاء ذلك بحضور سعادة أحمد جمعة الإفلاسي المدير التنفيذي للعمليات في إعمار وعدد من المسؤولين والإعلاميين وحشد من الجماهير الذي بدأت فعاليات الاحتفال به بالسلام الوطني المصاحب لأداء أطول نافورة مياه في العالم وظهور شعار شرطة دبي وشعار 60 عاما من التميز والعطاء على برج خليفة والتي أبهرت المتواجدين في المنطقة بإضاءة ساحرة مصاحبة للموسيقى كما وشاركت إدارة برج العرب في الاحتفاء بمرور 60 عاما على تأسيس القيادة العامة لشرطة دبي وذلك بنشر شعار شرطة دبي وشعار 60 عاما من التميز والعطاء على الواجهة الأمامية للبرج من الساعة 8 مساء ولغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل. في الشأن الاقتصادي طورت بلدية مدينة أبوظبي وأطلقت بشكل رسمي معايير تسليم بيانات مخططات الطرق عبر نظم المعلومات الجغرافية GIS كما استعرضت البلدية خلال ورشة عمل نظمتها في قاعة المجلس البلدي بمقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي حضرها أكثر من 80 ممثلا من المعنيين بشأن مشاريع الطرق والبنية التحتية من مهندسين ومهندسين تقنيين ورسامين ومقاولين إضافة إلى عدد من الاستشاريين حيث سردت تفاصيل آلية إنشاء البيانات وطريقة تسليمها بما يتوافق مع المعايير الجديدة إلى جانب عرض أداة مراقبة الجودة التي سوف تقوم بعملية التدقيق والمراجعة وإصدار تقارير في حالة وجود أخطاء وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار رؤية دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي والهادفة إلى التحسين والتطوير المستمر بالخدمات خاصة الإلكترونية. لا نزال في الشأن الاقتصادي لنتابع آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في نهاية تعاملاتها المتباينة في بداية الأسبوع. والآن مشاهدينا نتابع آخر درجات الحرارة العظمى والصورة المسجلة في مدن ومناطق الدولة لهذا اليوم. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه. يا أهلا مرحبا بكم مشاهدينا في ليلة جديدة طبعا تجمعنا وياكم من ليالي رمضان. رمضان ويانا غير أكيد طبعا ويانا غير ودائما عبر شاشة الظفرة. مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة تظهر أمامكم على الشاشة، احفظوها زين لأن الفائزين بجوائزنا من خلالها. وما بنطول عليكم اليوم، عندنا توزيع جوائز أولا ونتيجة طبعا للإقبال الكبير والتفاعل الجميل منكم مشاهدينا، زدنا الربح والجوائز صحيح يا ريم؟ طبعا مثل ما أكيد طبعا ولو يا عبد الله طبعا صرتوا تعرفون طريقة وأسلوب الأسئلة وهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة، ونبشركم ترى الجوائز والربح مستمر معاكم إلى بعد عيد الفطر، والأسئلة ترى جدا سهلة وبسيطة. خلينا نشوف معاكم من اللي حالفهم الحظ واختارهم السحب الإلكتروني لأسئلة الحلقة الماضية. والأسئلة كانت تقول، السؤال الأول شو كان يقول عبد الله؟ أول سؤال كان يقول كم عدد آيات القرآن الكريم؟ طبعا هذا السؤال كان بلا خيارات، الجواب الصحيح كان هو 6236 آية، ونقول ألف ألف مبروك لي لآية. نعم. عالية عيسى عبد الرحيم، وجائزتك قسيمة شرائية بقيمة 4000 درهم مقدمة من مجموعة محمد هلال، وجوابك كان صح على تويتر الظفرة كم آية واسمها آية سبحان الله ما شاء الله عليها. سؤالنا الثاني أيضا كان يا ريم عن شو؟ السؤال الثاني كان يقول كان كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم عند البعثة؟ طبعا الجواب جدا بسيط وكنا نعرفه اللي هو كان 40 عام، ونقول مبروك لأسماء عمر الشامسي. أسماء عمر الشامسي مبروك عليك، فزتي معنا بقسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم من مجموعة محمد هلال، وجوابك كان على انستغرام الخاص بقناة الظفرة، تستاهلون طبعا تستاهلون. أما طبعا سؤال وجواب مسابقة دراما الظفرة، واللي جايزته 1000 درهم نقدا مقسمة إلى رابحين. السؤال
كان من مسلسل الخنكة، وهو هل ستتمكن أم أميرة من زيارتها في المستشفى؟ الجواب طبعا كان نعم بتتمكن من زيارتها. والفائزين معنا كان كل من عبد الله محمد أحمد 500 درهم نقدا، وأيضا سلمى الخطيب 500 درهم نقدا، وإجابتكم كانت على الفيسبوك الخاصة في قناة الظفرة. مثل ما خبرناكم أن جوائزنا زادت والرابحين زادوا، وسؤال ياس ووتر وورد أبو ظبي كان للحلقة الماضية يقول ما هي الأسطورة التي يرتكز عليها تصميم ياسر ياس ووتر وورد؟ منو ياسر؟ ياسر حد من الفائزين بالحلقات اللي قبل. ياس ووتر وورد أكيد أبو ظبي ينهى أسطورة اللولو المفقودة، أو إنها أسطورة البحار الخمسة، أو إنها أسطورة اللولو الأسود. والجواب صحيح. شو كان عبد الله؟ كان هو أسطورة اللؤلؤة المفقودة. والفائزين معانا كان عبير عامر المبارك، جوابك كان على تويتر الظفرة، ومبروك أيضا عليك تذكرة من ياس ووتر وورد أبو ظبي. أيضا فاز ويانا ميسر. نعم. ميسر حسان، وإجابته كانت على تويتر الظفرة، أيضا مبروك تذكرة من ياس ووتر وورد. يعني بتروحون تتسبحون وتستانسون، وإن شاء الله بنبارك تتهنون فيها. السؤال الثاني مشاهدينا كان من ما اسم المركبة الأفعوانية الجديدة اللي أطلقتها عالم فيراري أبو ظبي هذا العام؟ كانت الخيارات هو تحدي فيورونو جي تي إم، أو طيران الأبطال، أو متعة القيادة. الجواب الصحيح كان هو رقم 2، وهي طيران الأبطال. والبطلين اللي فازوا ويانا بجائزة هذا السؤال هي واحد آية صالح. صالح آية اليوم اسمك متكرر معنا ما شاء الله، وعلي عبد الله الحمادي من على الانستغرام الخاص في قناة الظفرة، مبروك عليكم تذكرتين من عالم فراري وورد. مبروك لكل الفائزين، واللي ما حالفهم الحظ لا تتضايقون، بعد عندكم الوقت الكافي انكم تشتركون معانا لين ثالث ليالي من ليالي العيد، نحن مستمرين معاكم طبعا، والأسئلة كل ما بها في زيادة، وان شاء الله الجوائز بعد تزيد عليهم. مشاهدينا بناخذكم الآن إلى اليوم. أول شيء بنبدأ فيه طبعا الأسئلة والأجوبة من صوبكم مش من صوبنا، وعن طريق التواصل الاجتماعي. أكيد هذه شيء. أعطينا أول السؤال أسئلة. الأول لحلقة اليوم يقول من أول من طاف بالبيت العتيق؟ وأيضا ما في خيارات لهذا السؤال، والجائزة بتكون مثل ما تعرفون 4000 درهم قسيمة شرائية من مجموعة محمد هلال. الأسئلة هاي اللي ما نحطها أكيد. من أول من طاف بالبيت العتيق؟ أعرف بس ما أقدر أقولهم، إذا قلت لهم بحرق الجواب عبد الله بعد. أنا يعني توقعت الملائكة، شو رأيك؟ لا هو في وايد يعني يغششكم، انا ما يخصني ترى، ما يخصني. رمضان كريم ونحن دعاء كريمين. اكيد ما بنقصر وياهم. عبد الله بياخذكم للسؤال الثاني. السؤال الثاني مشاهدينا يقول من اول من قال الشعر؟ وجائزه هذا السؤال 3000 درهم قسيمه شرائيه من مجموعه محمد هلال، والاجابه لو تردون لاول الخليقه بتعرفون الاجابه. يلا عبد الله ما غشش كريم اليوم، مو لي ما غشش حد. بروح معاكم الى اسئله الترفيه والاثاره من ياس ووتر وورد ابو ظبي، وهي كم لعبه ومنزلقه مائيه ومرفقا ترفيهيا تضم حديقة ياس ووتر وورد؟ والخيارات شنو هي؟ 19 أو 45 أو 25. الجائزة طبعا تذكرتين لفائزين من ياس ووتر وورد أبو ظبي. أكيد. إلى سؤال آخر ويقول ما اسم شخصية الجمل المحبوبة في عالم فراري وورد في أبو ظبي؟ هل هو جميل أم خليل؟ نعم. أم حبيب؟ وأنا أقول لكم خير الأمور أوسطها، أنا ما غششتكم ترى. وجائزة السؤال بتكون تذكرتين للفائزين من عالم فراري وورد. يعني شوي سباحة وشوي ألعاب، مش مقصرين. والعيد يعني إن شاء الله عساكم يا رب بدوم على الفرحة. آمين يا رب. طبعا مشاهدينا ما شاء الله الجوائز كثرت، وأكيد أنتم تستاهلونها. وسؤال دراما الظفرة لليوم من مسلسل جود هو ما المشكلة التي سيقع بها زيد أخو جود؟ وجائزة هذا السؤال 1000 درهم نقدا مقسمة على فائزين. أرسلوا إجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة، وإن شاء الله الكل بيفوز. أكيد بإذن الله الكل يفوزون معنا، نحلوا علينا نشيل هداياكم اللي بكم ياها لين البيوت. اليوم الأحد يعني بداية الأسبوع، خلينا نتعرف على أبرز عناوين صحفنا المحلية الصادرة لليوم. نقرأ في عناوين الاتحاد نبدأها. أبو ظبي للتعليم التقني يعلن النتائج النهائية لطلبة 12 و 96.1% نسبة النجاح في العلوم المتقدمة، و 94.2% التكنولوجيا التطبيقية، و 85% للثانوية الفنية. يا علي بنبارك عليكم كل النجاح إن شاء الله. أما في الخليج يا مشاهدين اليوم أيضا نقرأ الخدمة الوطنية تدعو خريجي ثانوية لمراجعة إجراءات التسجيل. توفيق يا شباب. آمين. ومن على صفحات الإمارات اليوم نقرأ مركبات زبائن المطاعم في أبوظبي تربك حركة السير قبل الإفطار، سكان يشكون الوقوف العشوائي، والمرور تشدد إجراءات الضبط بحق المخالفين. ونقرأ في البيان هذا العنوان الغير مناسب في هذا الوقت طبعا، يعني شوية صراحة صعب شوية علينا في رمضان، وهذا أكيد. أساتذة التغذية يأكدون الأرز
يزيد معدلات الإصابة بالسكري وأمراض القلب. زين وين محبي يعني البرياني والمدفون والمندي والسوا؟ ما في هالكلام، ما في مساكل. مع أن لازم نخفف فعلا من النشويات في رمضان، بس يعني اللي يحب البرياني وضرب الخمسة يسأل الموضوع ما يمشي معك. خلنا نروح معاكم إلى مكملين مع أخبارنا وفعالياتنا المحلية المتعلقة برمضان. ثالث مجالس وزارة الداخلية لهذا العام تناقش موضوع الإمارات رمز التعايش المشترك من خلال الجهود الفردية والاجتماعية والرسمية أكيد، التي حولت دولة الإمارات إلى بوتقة انصهرت فيها مئات الثقافات والمرجعيات الفكرية. المزيد في سياق التقرير هذا. مجلسنا اليوم يناقش الجهود الفردية والاجتماعية والرسمية التي حولت دولة الإمارات إلى بوتقة انصهرت فيها مئات الجنسيات. واعتقد نحن لو تكلمنا كل واحد منا عنده موقف شخصي يعني يدل على التعايش مع الجنسيات الأخرى، ويدل على التسامح بين كل الجنسيات. حقيقة الجهود الآن الموجودة حاليا في المدارس، سواء من تنظيم مثلا نقول معارض أو تنظيم ورش أو محاضرات أو حتى بعض الأشياء الموجودة في المنهاج البسيطة لغرس القيم عند أبنائنا وغرس تعايشهم مع الآخرين. أنا أشوف أهمية قيام الأسر بدورها تجاه الأبناء خاصة في المراحل السنية الأولى. أهم التوصيات قد لا تخرج عن موضوع المنهج التعليمي الموجه تجاه التسامح والتعايش ما بين كل أطياف المجتمع. حقيقة وضع مناهج مش فقط معرفية، إنما يكون مناهج تطبيقية لأبنائنا الطلبة في المدارس على التعايش السليم مع الثقافات الأخرى، وفي نفس الوقت تكون مناهج تطبيقية لعاداتنا وتقاليدنا. ما يكفي الطالب يقرأ ويمتحن في معارفنا وفي عاداتنا وتقاليدنا، بل لابد أن يمارس. إن هاي بلد خير وبلد قانون وبلد احترام. كثير من الناس اللي غادرونا، ونحن يمكن التقينا ببعض الأشخاص في أوروبا والتقينا فيهم في دول عربية، يقول لك أنا يعني ما أتذكره إقامتي بدولة الإمارات، وما أحن إليه إقامتي بدولة الإمارات. أتمنى في يوم من الأيام أرجع دولة الإمارات. وهذا كله دل على ما غرس الشيخ زايد الله يرحمه من معاني ومن طيبة ومن أخلاق ومن شيء ما ينسى. شكرا جميعا لجميع الحضور. عبد الله وايد استانس احسك يوم تشوف المجالس ويجمع الشباب والشياب. طبعا هذه تردش صدق ريم، يعني توديش لمكان ان في ناس حتى اللي جالسين يبون يتكلمون شيء زين. صح، كله ايجابيه. صح، ما في حد يبي يتكلم مثلا يا يرمس ولا يسولف على شيء على الفاضي. يعني شوف التغيير المسمى في ان في خيام رمضانيه وفي خيام رمضانيه، فانتوا نعم تختارون حسب كل نفس المسمى، لكن يختلف الطرح فيها اكيد. طبعا مشاهدينا ما زلنا في التجمعات الجميلة والمجالس الرمضانية اللي يتميز بها شهر رمضان في إماراتنا الحبيبة. من دبي زميلنا يوسف المعمري حضر لنا تقرير عن إحدى المجالس الرمضانية في هذه الإمارة الجميلة. نحن في هذا المجلس الحمد لله رب العالمين نستقبل الصغير والكبير، ما في عندنا التفرقة، ويجونا الحمد لله اللي نلتقي فيهم من ربعنا اللي ما نشوفه مع الأسف إلا في السنة مرة، ويجونا زيارات من 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 سفراء ووزراء وسياسيين وتجار. وهذا دائما نحن نتكلم أهم شيء في الحياة هو الأساس الاقتصاد. الاقتصاد نحن يجب أن نهتم، إذا كنا نخلق عمل للمواطن ونكرم المواطن ونهتم بالمواطن نحن في أمان.
أول شيء نهتم بأهلنا، مواطنينا، أولادنا، أحفادنا، من حدود عمان لفجيرة أو هذا لين حدود السعودية وقطر، لازم نهتم فيهم من صغير وكبير في التربية الصالحة أولاً. ثانياً لازم نفتح مجالسنا، مجالسنا على أساس أولادنا يتعلمون. لازم نكون نحن نلتقي مع هؤلاء الناس كلهم، يجب أن نشوف شو المواضيع عندهم. هذا مهم جدا أن نحن يكون أن, 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 أن دائما العاداتنا العربية الخليجية أو الإماراتية بالأحرى اللي تعودنا فيها، اللي بيوتنا مفتوحة. لزاما علي أن أتحدث وأن أقول كلمتي لهذا الوطن العزيز، راجب من الله العلي القدير أن لا يمس هذا الوطن أي مكروه أو أي شر من أي مكان كان، من أي مصدر كان. فكلنا شعب واحد، وكلنا إمارات واحدة، وعلى رأسنا دائما حكامنا الأعزاء، حكامنا الكرام، بارك الله فيهم وجعلهم حراسا لأمن هذا البلد الكريم. وأرجو من الله أن يحفظنا وإياهم جميعا. إذن مشاهدين الأعزاء، هذا كان لقائي مع سعادة خلف بن أحمد الحبتور في هذا المجلس الرمضاني المميز. طبعا إذن نحن اليوم متفقين بأن المجالس مدارس، وإلى أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله في دعتنا. حلوة كلمة يوسف، ما شاء الله عليه، تقرير جميل. والكلمة النهاية طبعا المجالس مدارس فعلا، أكيد هذا اللي احنا نطريه وهذا اللي احنا نقصده من البداية طبعا. ما شاء الله، وين ما تدور يوسف تحصله في ميالس، يعني دائما مصر انه يكون في ميالس هذه، وياخذ منها الزين وياخذ منها العلوم ويوصلها لمشاهدينا عن طريق قناة. طبعا رسالة أكيد. رسالة يشكر عليها يوسف. مشاهدينا فاصل ونواصل. تحية لكم من جديد، بروح معاكم إلى المسلسلات الشيقة التي تعرض في رمضان على شاشة الظفرة. طبعا مسلسل بين قلبين اللي وصف بأن رهان متجدد على جيل الشباب، المسلسل بعد ما نعرض منه 12 حلقة وصرنا نعرف نص حبكة الدرامية تقريبا، لازال يحمل الكثير من الأحداث والمفاجآت، نعرف عنها أكثر مع ضيفتنا عبر الهاتف الفنانة نور الغندور. مساك الله بالنور وكل عام وانت بخير وسهلة. الله بالنور حبيبتي، وانت بصحة وسلامة، وعساكم من العايدين والفايزين. آمين يا رب. آمين. جميع ان شاء الله يا رب، ربي يحفظك يا رب. نور طبعا اول شيء نبغى نسال دانا، كيف استطاعت ان تواجه احاسيسها وعواطفها بحكمة؟ اي معناها صايمة. طبعا اللي معروف طبعا ممثلتنا ان صعب جدا الواحد يتحكم في مشاعره، كيف قدرت تتحكمين في مشاعرك في المسلسل بشخصية دانا؟ شوفي، هي دانا شخصية وايد طيبة، يعني هي شخصية البنت المثالية اللي تبي تحافظ على زوجها وبيتها حتى لو تدري ان عندها علاقة ثانية، بس كون ان هي كانت عايشة في حلم قبل الزواج ان هي تتزوج الانسان اللي حبته طول فترة مثلا دراستها وطول فترة اللي هم كانوا جيران كانت تحبه، وما صدقت انه لما تزوجوا فمستعدة تحمل اي شيء عشان تكسب زوجها. نعم. وفي فيها نوع وايد من الحريم موجودين يعني بوقتنا الحين، ان يعني الواحده حتى لو تدري ان رايلها مثلا يفكر بغيرها او يفكر انه يخون او ايا كان، تحاول ان هي قد ما تقدر تسيطر على هالشيء وتحافظ على بيتها، يعني ما تتخلى عنه بسهوله. اي صحيح. وشخصيه دانا هذا اللي قاعده تسويه الحين، ان هي قاعده تحاول قد ما تقدر ان تحافظ على زوجها. يمكن للحين الحلقات ما بينت عدل طبعا، يعني يمكن حلقه اليوم قاعده تكشف شوي شوي الاشياء،
بس يعني شخصية دانا مو من النوع اللي تستسلم بسرعة. نعم. إلا لما نيها الشيء اللي عندها، عرفت؟ بس هو معروف نحن عنا يعني خصوصا نحن عنا المرأة الخليجية عامة في الخليج أنها صبورة دائما على زوجها، يعني نحن نقول من أكيد. من الشخصيات اللي تعلم نحن عنا من صغار كيف السنع، كيف الوحدة تتحمل ريلها في أزمتها، في مشاكلها، فيها يعني شخصية جدا مثالية صارت، يعني يمكن قلة حتى صارت موجودة الحين. صحيح صحيح. الحين عند الحرمة إذا زعلت من ريلها تتلم من راسها، ما عندها واحدة اثنين. في رأيك؟ إيه بالضبط. فهذا هذا هذا أنا كلش مو معاه ترى، يعني أنا مو مع إن الحرمة إذا تزعل من ريلها تهد البيت وتمشي، يعني هذا كلش مو صح. صح. أكيد طبعًا الاثنين صوبين ترى ما يمشي الموضوع. دانا تحاول قد ما تقدر إن أسرار بيتها ما تطلع حق أي أحد، لا أبوها ولا رفيجة عمرها اللي هي أخت بشار، يعني قاعد تحافظ على هالضيقة بينها وبين نفسها عشان ما تكشف أسرار بيتها. طبعا وهذا هذا اللي فعلا المجتمع يحتاجه، لان البيوت اسرار مثل ما يقولون. زين طبعا برايك نحن بحسب هذا الدور الى اي مدى ممكن المراه تستطيع حمايه زوجها من حب جديد، وعلى من يقع اللوم؟ هل عاده يكون على الرجل او على المراه؟ انا اقول الرجل. خلينا نسمع من الحكم الحين. انا اشوف ان اللوم يقع على الرجل، لان يعني الواضح مثلا هني بروايه او قصه دانا وبشار واريام، ان على كثر الحب اللي دانا قاعده تقدمه حق بشار هي مو تارسة عينه كامل، لأن للحين في قلبها مع واحدة ثانية. نعم. فأنا أشوف إن ما يقع عليها هي كزوجة، يعني اللي أنتوا قاعد تشوفونها جدا مثالية من ناحية اللبس، السنع، الشكل، وحتى يعني شكلها مو سيء، يعني شكلها جمالها من جمال أريام، فما في اختلاف وايد غير شيء واحد إنه هو قلبه مع هذيك. جميل. هذه مشكلة طبعا، يوم يعني أي رجل في العالم ممكن ينصف قلبه لاثنين، يعني قلب الحرمته أو نص قلب الحرمته ونص لحبيبته. في رأيك أنت شو الحل في المشكلة؟ نحن ما نبغى نحرق المسلسل، بس عطينا شبه ممكن نقول من الحلول اللي ممكن الحرمة أن تكون قيادية فيها وتوقف حد الخيانة. الحرمة الشاطرة شو لازم تسوي؟ أنها تواجه. يعني أنا أشوف هذا الحل الوحيد اللي موجود، ان اذا المراه مثلا شافت او حست ان رايلها قاعد يروح حق واحده ثانيه، ما في غير ان هي تواجه، يعني تصير قويه، لا تستسلم، تواجه زوجها، مو الشخصيه الثانيه اللي هي الحرمه الثانيه، لا تواجه زوجها وتحاول تعرف ان شنو السبب اللي يخليك طالع برا. الا اذا كانت هو عينه فارغه مثلا وهذه مو عاجبتها رغم ان هي زينه معاه. ترى نحن في الاونه الاخيره يمكن نور افتقدنا لغه الحوار بين الازواج او في العائله، انا تعال اقعد فهمني شو اللي ناقص فيني، شو اللي في زود برا انت تشوفه مش متواجد فيني انا كزوجتك كحبيبتك قبل اكون زوجتك، فصار عندنا نقص في لغه الحوار. انا جدا اشكركم على هذا المسلسل، فعلا انكم ياس تصحون يمكن شريحه من النساء يمكن غابت عنهم الثقافه ان تكون بين الزوج والمراه. عجب. زين نحن نور في اتصال سابق وياك قلتي ان انت توقعاتك كبيره بنجاح هذا المسلسل، وفعلا المسلسل ما شاء الله نجح بشكل كبير. فنور الغندور شو اللي اضاف لها مثل هذا المسلسل بين قلبي؟ يعني ما ادري، انا اعتبر هذا المسلسل اول بطوله مطلقه انا اخذها، يعني يعتبر هالمسلسل ان انا شايله عمل 30 حلقه، الروايه قاعده تتكلم، يعني الروايه كامله بنسبه 80% او خلينا نقول 90% تتكلم عن 3 أشخاص. جميل. اللي هم بشار، أريام، دانا. فأنا العادة أطلع بأعمال يكون فيها مجموعة من الفنانين أو مجموعة من الشباب. جميل. هذا أول عمل أشيله اسمي. جميل. فهذا أكيد يعني شيء يضيف لي، وهم يعني أنا أشوف أنه أنا ضف للدور والدور ضاف لي، أنه شيء جديد أنا سويته ما شاء الله، غير مثل أدواء قدمتها قبل. إيه وإن شاء الله يكون هذا السبب نقلة، يعني نوعا ما نقلة درامية أو لاختيارات نصوصي القادمة. أو أكيد نور إن شاء الله سينما بعد، نتمنى لك كل خير. نحن عندنا ثقة أكيد في مواهب الشبابية اللي موجودة، وأنت نور أكيد من الممثلات الكفؤة اللي موجودين وخصوصا في الدراما، الله يوفقك يا ربي وفعلا تثبتين نفسك في هذا الدور قدها وقدود. أكيد أجمعين حبيبتي، ثانك يو. أنا وايد سعيدة أن استضفتوني يعني بمكالمة صوتية على برنامج. هاي مكالمتين وإن شاء الله المرة الثالثة ثابتة تكونين عندنا. على العيد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله أتشرف حبيبتي. كل عام وأنتم بخير وعساكم يا رب من العايدين الفايزين.
وانت بالصحة والسلامة ان شاء الله رب العاد عليكم وعلى اهل الكويت والعالم العربي والاسلامي كله ان شاء الله بالخير والبركة. كل الشكر للفنانة نور الغندور، حدثتنا عن دورها في مسلسل بين قلبين وكانت معنا عبر الهاتف. نبقى وياكم في عالم الفن، وبعد الفنانة الجميلة نور الغندور نروح للفن من نوع اخر، حيث يقدم فن ابو ظبي باقة من الاعمال الفنية رفيعة المستوى من صالات عرض الفن الحديث والمعاصر، ويجمع تحت مظلته نخبة من المعارض والفنانين ورواد الثقافة ومقتني الاعمال الفنية والزوار من كافة انحاء العالم. المزيد في سياق هذا التقرير. طبعا احنا في ايام رمضان وحبينا نشارك في هذه المناسبة بمجموعة من الاعمال الفنية المميزة. طبعا احنا عندنا يعني فوق 3000 عمل فني لحوالي 420 فنان وفنانة استضفناهم في مجمع أبو ظبي للفنون. واليوم احنا عندنا حقيقة بحدود 44 عمل فني ل 33 تقريبا فنان وفنانة من 15 دولة. المعرض بالفرنسي اسمه لا ارت بمعنى الفن، بإدارة أبو ظبي مجمع أبو ظبي للفنون ارت هاب، وايضا طبعا احنا موجودين هنا في فندق الرويال ميريديان، وطبعا هم مشكورين يعني اعطونا مساحه كبيره جدا للعرض وتستمر ان شاء الله الى نهايه شهر رمضان. طبعا رمضان معروف انه يعني شهر الروحانيات وشهر التدبر، وحقيقه إن الاعمال الفنيه اللي جبناها او اللي عرضناها فيها بعض الملامح، ويعني حبينا ان يكون الجو فني ولكن في رقي من ناحيه الاعمال، بالاضافه ان جزء من الاعمال كبير من كثير من الاعمال هي على الامارات، تعطينا وطنيه روحانيه وفنيه. معرض يعني يلبي كل طموحات ورغبات الناس اللي تتمنى تشوف لوحات حلوة، وهي مبادرة جميلة من أرت هاب. يعني نعرف أن الفنون وتجمعات الفنون مش موجودة بوايد وكثرة في أبو ظبي، لكن هذه المجموعة يعني قدمت لنا اليوم معرض فني اسمه الأرت، هو طبعا قادم اللغة الفرنسية بمعنى الفن. وهي لمحة جميلة اللي احنا نشوف هذه اللوحات اللي تتميز، أنا شفتها طبعا أنها تتميز بألوان مفرحة، ألوان مبهجة، تعطينا good vibe، إنها تعطينا يعني طاقة إيجابية حوالين الدنيا اللي احنا عايشين فيها حاليا. أنا من إلي آرت قمت أرسم على الورقة صراحة، أخذتني الموهبة صراحة، أنا أحب الرسم صراحة. طبعاً خلنا نستمر معاكم باللوحات الجميلة وإلى أجواء السمر والسهر، ومع تقرير جديد من أحد الخيام الرمضانية. واليوم وقفتنا مع خيمة سماء ما لي، أنا شوية أحب أمارس في نهاية الحلقة طبعا مشاهدينا، أنا كنت أمارس اليوغا شوية وهي رينتجرات التفتت علي طبعا خلاص كان يسوي اليوغا مشاهدينا تحت الهواء يهدي أعصابه، فطبيعي إني راح أكون أضحك. خلنا نروح معاكم إلى الخيام الرمضانية وخيمة سماء من فندق الميدان، خلنا نروح معاكم هذه الأجواء الجميلة. يحل علينا شهر رمضان الفضيل بأيام مباركة تسعد فيها النفوس وتعم الخيرات، فهو شهر الكرم والتواصل مع الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالمودة. خلال هذا الشهر الفضيل يستضيف فندق الميدان موائد إفطار وسحور مميزة تحت عنوان رمضان in the sky. في the sky سوف يستمتع الضيوف بمناظر بانورامية تحبس الأنفاس على ناطحات السحاب في دبي، إلى جانب تشكيلة من أطيب المأكولات الشرقية التقليدية والتي تشمل المقبلات الساخنة والباردة، اللحوم المشوية اللذيذة، والأطباق الخاصة من محطات الطهي المباشرة. Thank you.
في In The Sky يمكنك الاحتفال أيضا مع العائلة بأمسيات رمضانية متلألئة تحت السقف الهلالي المميز مع أجواء موسيقية وشاشات عرض في الطابق الثامن من فندق الميدان. ومن لم يتمكن من حضور الإفطار الذي يشمل خيارات وفيرة من مأكولات البوفيه والمشروبات الغازية والمشروبات الرمضانية يمكنه الاستمتاع معنا بسحور المميز في خيمة In The Sky من خلال قائمة طعام بمأكولات محددة وإطلالات ساحرة على ناطحات السحاب في دبي. زهر الخيم رياضية رمضانية رياضية الرياضة اليوم شغالة علينا شكلنا رمضان ما لعبنا رياضة زيادة ترى اي صح ولا مقصر يعني رمضان هذا عقله من داخل باطن تقول له لا بد انك تمارس شوية رياضة لا انا عقلي بعد يمارس رياضته عقلي يمارس رياضة قراية ماشي عليه لا والله نازل 2 كيلو من بداية رمضان فمعناته انه في محافظة في والله كيفو يا عبد الله انا يا سازيد احس عمري في رمضان لازم الواحد يكون عنده جدول يمشي عليه نحن ننصح فيه بس ان شاء الله نحن نقدر نسوي عليه انا ما اقدر اقارن الاكل ما اقدر يعني سيطرتي عليه جدا بسيطه تروحين وياه ما اقدر هي اسير وياه ادوس بالخمسه اضرب فيهم انا وعافية ان شاء الله يا رب انا وعافية عليكم مشاهدينا كلكم طبعا نحن نقول لكم اللقاء بيتجدد ان شاء الله باكر الى ذلك الحين نقول لكم تصبحون على خير منكم منا لكم اجمل تحيه اكيد نلقاكم على خير باكر نتمنى لكم سحور شهي باذن الرحمن